ايه وبعدين معه وبعدين مع هالقصة ليش ما رجع لسه؟ اف من يوم يومه هيك ما بيتغير، دائما بيعمل فصول بشع ومستحيل انه يتغير ابدا. متأكد انه صار له عمر ما طلع، واليوم بالذات قرر انه يطلع وما يرجع. عمنا ما رجع على البيت لسه، خلينا نرجع على بيتنا. اصلا اذا هلا مشينا دوبنا نوصل المسا. لك بدي اتحمل مغير ثيابي، ما بقى فيني اتحمل اكثر. يا ايه اختي لميس، نتعاون لنرجع نصلح البيت. لميس ما عاد بدي نام بالسياره، بننام عند مرتضى لحتى يتصلح البيت. احذروا شو شباب، انتوا روحوا لعند بابا هلا بسرعه. يلا نحن بدنا نحكي شوي. يلا يلا بابا. يلا بس سؤال، انت معك شي مصاري يكفوا لحتى ننزل فيهم بشي مكان؟ ما معي، بس بدي بلش دور على شغل بشي محل. المطاعم بيعطوا يومية على الأقل، وهيك منطالحة أكلها. ايه وأنا كمان رح حاول إنه لاقي شغل بشي مشفى، يعني بحاول بلكي بلاقي لي شي حدا يقبل شغل. ممكن يقبل. عددنا ماله قليل أبدا، وعددنا بالأوتيل رح تكلف كتير، ما رح تزبط. طيب كيف بدنا نحل القصة؟ بدنا مصاري. كلامه مزبوط. شوفت عينك. شو بدك تعمل بابا؟ بابا رح افتح الباب. بابا حاج ابوك ما بقى استنى اكثر. الله يخليك. لا بابا شو عم تسوي؟ بابا خلص حتى شو عم تعمل؟ هذا بيت الناس، مو حلو تفتحوا عليه. هذا بيت اخي وانا جمعت اولادي كلهم وجيت على الضيعه لانزل عنده شوي. شو اللي طالعه من البيت؟ ما بيصير. خلص بابا، معقول تفوت على بيوت الناس؟ خلص استنى اكسر. ما بصير تعمل هيك. بعد عني ولك. لك يا عمري والله جايين نطلب ايدك، ليش عم تكذبيني؟ كيف يعني ما رح يوافق؟ ليش وين المشكلة؟ ليش لحتى يرفض القصة يعني؟ المفروض ينبسط. اسمعي أنا هلأ رجعت على البيت، تعالي على المكان اللي منلتقي فيه بعد ساعة، أنا بكون ناطرك. استني شوي، لازم سكر، برجع بحاكيك. في ناس عم يحاولوا يفوتوا على البيت. يا بابا خلاص خلصنا بقى. خلاص شبكون مكفونا، شو عم تزعجوني؟ أنا معي بروستات. انا الي بول كمان. كيف يعني؟ ايه يعني انت اللي بتكون عم نقلنا؟ بلا جنان، معقول عم نهيك يكون عمره؟ نحن عم ندور على السيد زهني، انت بتعرفه؟ بيكون اخي وانا اجيت لشوفه. عمي فكري، انا ابن اخوك تحسين، انت كيف ما عرفتني؟ اعطيني ايدك، اشتقت لك كثير عمي. ابني واخينا التقينا. كيف بدي اعرفك؟ واخر مره شفتك فيها كنت بالحفوضه وهلا كبران وصاير طول لك الحين. اهلا وسهلا فيكم يا اولاد عمي، واخيرا تعرفنا على بعض، كثير انبسطت. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا، كيفك ولا؟ لك شو حلوين، كيفك؟ شو صار له فجاه؟ اهلين ابن مرحبا. عمي هذا سهرك. سوري. مشكله. اهلا فيكم، انتم منين جايين هلا؟ لك حاجة ما يا ولد، شو صار لك؟ وينه أبوك؟ اللي وينه؟ هلا بابا مو هون، في عنده شغلة ضرورية، بس أنا تخانقت معه خناقة كبيرة عمي، لهيك رجعت. بس منيح إني رجعت على بكير، لأنه كنتوا قضيتوا الليلة كلها بالشارع. الحقيقة إنه نحنا نمنا ليلة مبارح بالشارع، والولاد كثير تعبوا، فإذا في مجال تخلينا نفوت ونرتاح. يلا افتح الباب لشوف. يلا ابني يلا. آسف ما فيني استضيفكم هون بالبيت. ليش؟ لأنكن اجيتوا من مكان بعيد وتعذبتوا كتير، مشان هيك بفضل انه استقبلكم ببيتي الكبير. شو رأيكن؟ ليش وين هداك البيت؟ البيت قريب من هون، ما بعرف اذا انتبهتوا على التجمع السكني وانتوا جايين. بس بدي فوت لجيب المفاتيح ومنروح فورا لهنيك، فورا نمشي. يا الله، واخيرا تعرفت على عمي الغالي ولاد عمي الحلوين، عن جد مو مصدق عيوني. شو بدكم بالحكي؟ الصدفة اللي صارت ما في مثلها. اي والله، وإلا كنا رح ننام بالشارع. انا عندي سؤال، قصده انه هو عنده بيت كبير بالتجمع السكني؟ ايه بظن هيك اصلا. ايه بس الشاب كتير ظريف، شو بدكم بالحكي؟ ما اجيت. يلا 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 تفضلوا. يلا يلا. ليش كل هالمفاتيح؟ انت بتشتغل بالعقارات يعني؟ عيب ابن عمي، شو عم تحكي انت؟ هدول اصلا مفاتيح المصنع والمحل والفيلا وهيك شغلات يعني. ليش انت عندك فيلا؟ يعني فيلا على قدها. يلا امشوا امشوا، خلونا نروح. يلا يلا يا اولاد. يلا عمي، والله انا كتير مشتاق لكم بعد زمان. والله شرفوا. اذا الشاب غني عن جد، وقتها بتكونوا فتحت لنا طاقة السعد ورح تقلب كل حياتنا. والله عمي شو هالكلام اللي عم بتقوله؟ كل شي صار ولسه ما تعلمت بنوب؟ لسه بدك تنصب عليه؟ مين قالك بدي انصب يا بدر الحمار؟ الله ياخدك، فعلا واحد حمار. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.